السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا طلاب الأعزاء. اليوم أعطيكم في هذا الفيديو المحاضرة الثانية عن محاضرة عن مادة الـ Sanitary Services. نتكلم بها عن موضوع الـ Principles of Sanitary and Plumbing، المبادئ الموجودة بها. لكن قبلها حبيت حتى شوي نبتعد عن الملل اللي موجود بالمحاضرة، إن هي المادة تصير سردية تعطيكم مفاهيم أكثر شيء، نشوفكم بعض النماذج للتصاميم حتى أنتوا أول وتالي أنتوا معماريين باشر عقبة راح تصير عندكم فكرة عن التصميم. فالتصميم الأولي اللي أنا يجيني، خلينا نقول كمهندس صحيات، يجيني هذا كمثال. هسه نجي تصميم لجراج، جراج عام، هذا الشارع العام، هذا خلينا نقول الدخول، وهذا الخروج للسيارات للمرأب مال السيارات، ويتضمن هذا طبعا مثل ما تشوفون أكشاك وإدارة ومجاميع صحية للناس التجي، وهنا مواقف السيارات وتخطيطها ومجموعة أكشاك أخرى، وهذه خلينا نقول منطقة لغسل السيارات وغيرها، ومنا نلقي مثلا أيضا جراج صيانة السيارات العفو مثلا، وهنا محلات، يعني كائنة ما تكون محلات تابعة للسيارات أو غيرها. هنا مثلا الإدارة مالت الجراج وهكذا. المهم ستجد تلاحظون ان الخريطة لونها كله رمادي على بعض الخطوط اللي غير لون. انا من اجي اشتغل اول شيء شو اسوي؟ اخذها، هاي من ما اخذها؟ انا ما اخذها من المعماري، انطيها لير وحدة اللي هي اللون رمادي، انطيها لون رقم 8 او غيره بالرمادي، حتى شنو اخفي الامور الغير مهمة. يعني انا ما اريد ابرز المعماري هنا، لان اذا الالوان مال تصير واضحة راح تغطي على اليمين على الأهمية اللي أنا جاء أشتغل بها هنا، خلينا نقول اللي هي شغل الصحيات. فشغل الصحيات بصورة عامة رموز يعني راح تكون واضحة قدامكم. يعني إذا هنا أقرب أشوف هاي مثلا، هسه هذه هاي شو تبين؟ تبين عندي هاي مجموعة صحية، هاي تواليتات ومساحاتها والأبواب الموجود بها، وهنا تبين عندي المغاسل. نجي هنا الإدارة، خلينا نقول شكو بيها، بكو بيها مجموعتين صحيات اللي هي برايفت يعني خاصة، ذيك كانت بابليك عامة، فيكون بيها هنا تواليت ومغسلة، تواليت ومغسلة متناظرة. نجي للخدمات الأخرى مثلا، هنا أيضا مجموعة صحية واسعة، خلينا نقول هذه عامة للجراج، لأن حسب وهاي الأعداد مالت ذني تعتمد، يعني تعتمد عليه من تعتمد على الحسابات اللي نحسبها. يعني هذا الجراج يجوز زوار ناس هواية، فالخدمات لازم تكون بمتوفرة وكافية. نجي نفهمها احنا شنو شغلنا هنا؟ شغلنا مجاري ومي، مي يعني مي صافي خلينا نقول، اللي هو التاب ووتر، وشبكة أمطار. يعني انا لازم اسوي شبكة مجاري وأسوي شبكة أمطار زين، وأسوي شبكة مع المي اللي هو مي الإسالة لتجهيزها. فأول نقطة بالتصميم، واحد من يشتغل بالصحيات أول شيء يسأل هذا الموقع الخدمة مالته وين، المي الرئيسي تجهيزه مين، هل أكو عندي أنا شبكة مجاري بالمنطقة على مود أربط عليها، إذا عندي شبكة مي صافي وين ما أخذها، بيا نقطة هذا هو هذا الجراج، النقطة هنا ولا النقطة هنا، لأن على ضوءها خلينا نقول راح يكون مكان التانكيات الرئيسية والتوزيع. فبهذا الجراج هذا الشارع العام أكو هنا مجرى مي رئيسي، أنا شو أسوي اللي هو المين لاين. أنا المين لاين خلينا نقول إذا متوفر عندي قطرة أشير له، إذا ما متوفر عندي أشير للحاجة اللي أنا أحتاجها. هذا الرمز، رمز اللي هو خط ونقطة، خط ونقطة سنتر لاين، ولونه أزرق يعني مي تاب ووتر، مي شرب. أجي هنا شقول from main line، أخذ لبوري مثلا أبو 2.5 إنج،
هذا وين يودي؟ يودي الخزانات. الخزانات هنا ما محددها، وين أحددها بالديتيل؟ لأن هنا على الخريطة حتى لو تفاصيل الخزانات بصفحة ما راح يبين عندي شيء بالطباعة. المهم نجي، تجي بعدين مجموعة مضخات توزع، هاي 2.5 إنج تروح تجي هنا قيد 3/4 الإنج، هاي 3/4 الإنج أنا أعرف المنجة تخدم، ما تخدم ذن المغاسل مباشرة، لا هنا يجي هذا 3/4 يوصل هذا الرمز الدائري، يعني بوري صاعد، صاعد وين؟ على السطح. هناك خزانات مي فوق الجراج، فوق مجموعة الحمامات الصحية. بهالحالة نجي منها أيضا يوزع عندي أبو 2 إنج، ليش ذاك 3/4؟ لأن ذاك يخدم مجموعة، هذا 2 إنج، هاي بعدين نحسبها على الفيكسجر يونت ايش قد أنا أحتاج. نجي هنا وين يجي أيضا بوري يصعد فوق أبو 3/4، يكمل هذا أبو 2 إنج، ينطي بوري أبو الإنج وربع، أبو الإنج وربع يروح يغذي وين؟ يجي هنا يغذي هنا، إذا عندي محلات راح يمر قدامها يغذيها ويرجع لي هنا يغذي مجموعة صحية أخرى. هذا الفرع الآخر أبو 2 صار هنا 1.5 إنج، شي يغذي؟ يغذي هاي المجموعة الصحية الكاملة العامة ويغذي لي الإدارة. إذا هذا بصورة عامة مخطط المي. نجي مخطط المجاري، من شيكنا هنا هي منطقة خلينا نقول محافظات ومنطقة بعيدة عن المدينة، فما تتوفر بها شبكة صرف صحي. إذا لازم شو أسوي أنا؟ أجي أسوي سبتك تانك اللي هو خزان لمياه الصرف الصحي. أنا إيش عندي هنا أمور صحية؟ زين، عندي هنا سبتك تانك وهنا واحد وهنا واحد، عشان تقدر أنا أربط هذا بخط مجاري كامل وهذا بخط مجاري كامل وهذا بخط مجاري يجي يودي لي بسبتك تانك رئيسي. لكن هذا راح يكلفني خلينا نقول كمية من الأنابيب والحفر والأعماق، تنحسب من ناحية الكلفة تعتبر زايدة. لا إيش سوينا؟ خلينا هاي المجموعة الصحية سبت التانك مساحة 20 متر مربع، عمق ماله خلينا نقول 3 أمتار، راح يصير 60 متر مكعب. هنا نفس الحالة مماثلة ذاك، وهنا يصير مجمع خليته إلمن لهاي المجموعة الصحية وللإدارة وللمطعم اللي موجود وخدمات الصحية. أبدي أرقم المنهولات مثل هذا المنهول، أول منهول يطي على هذا، هذا يطي على هذا، هذا يعبر لهذا، وهذا وين يجي هنا. دائما أنابيب المجاري أحاول ما أدخلها داخل البناية لأن صيانتها راح تصير صعبة، فوين تمشي؟ على المماشي. هاي نفس الحالة يجي منها يعبر وين يذبن بستنج، هاي منها نفس الحالة يجي هذا المنهول. منهول طبعا رقم المنهول هو مو شرط يعني خط بداية ونهاية، هنا يبدي بواحد اثنين ثلاثة، شوفوا هنا القطر ماله أخليه عليه الأنبوب ويبدي ينزل هنا، ينزل ناشقد أبو 4 إنج، أبو 4 إنج طل هذا صار شقد أبو 6 إنج، عبر 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 وصل هنا مجاميع صحية هواي تعبر لهذا، وين صار أبو 8 إنج. طبعا نحسب ذني الفيكستشر يونت إلهن شقد وراح يبين عندي زيادة القطر. بعدين اجي هنا لمن هو الرقم 6، بقى ابو 8. طبعا خلي ببالك انه خط السور بايب اللي هو السور يعني مجاري، خط انبوب المجاري من ازيد قطره ما اقدر اقلل القطره بعدين، لان هو بي فلو، كميه فلو، من اقل القطره راح يصير بي باك فلو، باك فلو يعني راح يرجع يجي هنا الى ان يوصل للتنقل الرئيسي. هذا المخطط العام نسميه. نجي بعدين هاي للمجاري، خلينا نقول نجي للديتيل. الديتيل هنا أنا شكو بناية عندي، كل بناية منهن أجي وين؟ أدخل على تفاصيلها. هاي البناية اللي هي هذه هنا، العفو وينها؟ هذه البناية اللي هي مجموعة صحية عامة، وين تروح؟ أجي هنا على المخطط الديتيل مالها اللي سميته سور، مجموعة سور. هذا الخط الأبيض يبث الخط المجاري، يعدي المنهول وهذا المنهول. نجي نفهم
هذا تواليت، هذا المأخذ يجي على هذا الخط، هذا الرمز شنو مخليه بالنهاية؟ هذا كلين أوت، هذا تصير فتحة ظاهرية بيها بوري ينزل بزاوية 45 مايل على مود خاف يصير انسداد على طول هذا الخط، منا نشيل هذه الفتحة طب بسيم يفتحها هذه، هذا الخط الطالع منها شنو وطيته لون آخر، وهذا الدائرة الفارغة يعني صاعد، الدائرة المليانة يعني نازل. المهم هذا أنبوب مال فنت، لأن هذا هاي النقطة أعلى نقطة، كل ما أمشي كل ما أنزل بالعمق. ليش؟ لأن هنا المي مال المجاري يتحرك مو بمضخة، يتحرك على جرافيتي، فلازم الأنبوب أسوي له ميلان قليل باتجاه من؟ باتجاه الأسفل، حتى المي اللي ينزل هنا أوتوماتيكيا نتيجة الانحدار الموجود بالأنبوب هو يدفع نفسه بنفسه باتجاه الجاذبية إلى أن يوصل هنا. طبعا الانحدار هنا احنا على العموم ننطي البنايات هنا خلينا نقول 0.5%، يعني كل متر يعني أنزل 0.5 سنتيمتر. فلذلك أثبت هاي النقطة وأثبت هاي النقطة، خلينا نقول إيش قد المسافة هذه من هالنقطة لهالنقطة، 13 متر، يعني تقريبا 7 سنتيمتر الانحدار من هنا لهنا. البوري هنا نقطة أعلى، هنا نقطة أقل. طبعا هاي شلون حسابات، هاي شغل المنفذ هو اللي يحير بهاي الإليفيشنز اللي بين النقاط. يجي بهذا في ست تانك، العفو المنهول، هذا المنهول من يدخل إلى البوري شي يصير؟ ما يدخل ويا الانفرت ليفل مال المنهول، اكو انفرت ليفل للبوري الداخل المنهول اللي هو الشعب مال البوري الانحدار ماله، المنهول بي انفرت ليفل ينزل منه 5 سنتيمتر، وبعدين يطلع بوري اخر منه اللي طالع منه الانفرت ليفل لهذا الانبوب يصير ويا الانفرت ليفل مال المنهول، يعني مدخل هذا الانبوب انصم من مدخل هذا الانبوب مش قد بخمسة سنتيمتر، يعبر للمنهول الثاني. بس احنا هنا بالمخطط العام عندنا هذا المنهول، عندنا هذا، وبعدين يعبر. هذه الرموز اللي مخليها هنا، هذا تشوفوها تشبه من؟ نسميها فلور درين، يعني اذا تشوفوها بالمطابخ، تشوفوها بالمجاميع الصحية، بالحمام، بالشاور، فت قطعة صغيرة، فت 10 × 12 × 15 سنتيم خلنا نقول، أو 15 × 15 داخلها مثل المشبج، هذا المي الزايد اللي يوقع هنا بالقاع للغسل للشي أدفعه ينزل بيه ويروح. فهنا أنا شو مسوي؟ عازل هنا هاي المياه الثقيلة اللي هي الويست ووتر بها سلج، وهاي المياه نسميها هي أيضا ويست ووتر لكن خفيفة لايت اللي تتضمن المغاسل و تنظيف. ذن المغاسل وين هذا الأنابيب مربوطة؟ مربوطة بالحائط دفن، وتطلع منها وين تعبر؟ لفلور درين آخر، هذا يعبر لهذا وبشكل انسيابي يجي هنا. هذا مسوي لي مقطع جانبي آن هنا، شلون هاي المغاسل ينزل المي منها يجمع بهذا، هذا مستوى الأرض، وينزل منه وين يروح؟ يروح للفلور درين اللي هو هذا هذا. وهكذا نجي من شغل الصحيات أيضا التسطيح. هاي البناية طابق واحد بها سطح، هذا السطح مالها البلان ماله، شخلي خلي مرازيب هنا فتحة يعبر لهنا أنبوب نازل، هذا أبو الأربعة إنج بي في سي أنبوب بلاستيك نازل مال مياه أمطار، هاي الأسهم شدل تدل على أنه الشتايجر مال السطح مسوي له تسطيح، هذا مايل بهالاتجاه، هذا مايل بهالاتجاه، وهذا وهذا، حتى المي اللي من تمطر السم هنا وين ما يتراكم هنا، اكو انحدار. هذا شلون يترتب شغله؟ ايضا شغل الخلفه اللي يطبق الشتايجر يعرف هاي الشغله، يعني شغل انشائي هو الشتايجر شلون يطبقوه، ويخلوا الرمل جوا زميج ويطبقوه عليه، فهو يتلاعبون بكميه الزميج الجوا يخلي بانحدار، بحيث الشتايجر انت من تمشي عليه شوفه عدل، لكن هو يكون حدار بيه تقريبا 1% 3%، حتى المي يمشي بهالاتجاه. نجي للمي، شبكات المي، شبكات المي احنا من جينا هنا وقلنا نجي هنا انبوب يمشي وكو بوري يصعد ابو الانجونوس، يصعد وين؟ يصعد على السطح. اذا انا ايش عندي؟ لازم مخطط مع السطح. هسه كم مخطط سطح صار عندي؟
مخطط للأمطار هذا يتضمن بس المرازيب وأقطارها، ما أقدر أخلو ويا المي لين يخبط يصير هوس المخطط. أكو مخطط آخر للمي، عندي هنا خزانات 1 2 3 4 خزانات تانكيات ستيل. طبعا هاي المخطط قديم يعني مشتغل ب 2013 الشغل هذا، فبذاك الوقت ما كنا نشتغل بلاستيك كنا نشتغل ستيل. هسه حاليا انا الخزانات كلها بلاستيك، حتى الرسم مالها يختلف عن هذا. المهم هذا البور الصاعد يجي يوزع لهم للاملاء، وكو طوافات بكل واحد طوافه، من ينملن اوتوماتيكيا المضخه اللي موجوده براس المشروع هي راح خلونا نقول ينملن ذني الهيد يتحول الى مجموعه اخرى، من ينمل المشروع كله تطفى المضخه. المهم يبدي هذني شنو هذا النازل مجمع وينزل، وين ينزل منه ابو الانجونوس، هذا من السطح نزل الانجونوس، وين يروح هذا الانجونوس هيانا، وين يوزع لي؟ يوزع لي التواليتات، هاي مجموعة التواليتات. التواليت شو يحتاج؟ يحتاج مغذي الخزان الفلاشينج ومغذي للحنفية اللي موجودة به، وأقطارها موجودة هنا ويتم حسابها أيضا. وهنا يطلع أنبوب آخر مشي منه، شي يغذي؟ يغذي المغاسل، لكن المغاسل ايش يحتاج لها؟ يحتاج لها جيزر، لأن هاي مي حار بارد. فشي يصير عندي هذا الخط الرئيسي اللي جاي من ناب، وهو يوزع للمغاسل ويكمل المي البارد، وين يروح؟ للهيتر للجيزر، يعني اللي منطي H2. H2 أنا منطي رمز مثلا، هذا مثلا H2 مثلا 150 متر مكعب، أنا أفترض أقول 150 متر مكعب. أكو ليجن موجودة بنهاية اللوحة على طرف منها يشرح ذني شنو، يطلع منه المي الحار اللي هو مطي لون أحمر وخط ونقطتين. ليش مطي هذا خط ونقطة وهذا خط ونقطتين؟ كان ممكن أقول بس أحمر وأزرق، احتمال واحد يستنسخ الخريطة بأبيض وأسود فما راح يميز بين الحار والبارد، لذلك إحنا البارد خط ونقطة، المي الحار خط ونقطتين المتقطع، أما المستمر ذاك للمجاري. يجي يعبر منا لكل مغسلة ينطيها، وتخلون ببالكم دائما أنه المغسلة المي البارد يصير على اليمين الكاك مالها والحار على اليسار، حتى يعني إذا تلاحظون هنا يمين ويسار هاي مهمة بيها، يوزع لها. هنا المفروض طبعا الرسم بيه نقص، المفروض ذني المغاسل يتكرر هنا، يعني مثل هاي المغسلة نجيبها ننقلها منا تقعد هنا وهكذا تكمل عدة مغاسل، وبالتالي يكون بهالشكل هذا. تمام، هذني مدخل هنا، خلينا نقول للومنز، هذني مدخل هنا للمينز، العدد متساوي. هاي التفاصيل هنا قلت لكم H1 و H2، هذا جيزر صغير. ال H1 أنا منطي رمز 50 لتر 2 كيلو وات الهيتر مال ال H2 مثلا 120 لتر 3 كيلو وات، وهذا منطي PPR cold water pipe وهذا PPR hot water pipe. ال PP بولي بروبيلين مثلا النوع الأنبوب، يعني هنا تفاصيل الرسم المشروع اللي يخدمها، المكتب اللي صممها، الموقع مثلا وهكذا. هاي بصورة عامة التأسيسات الصحية لمجمع خلينا نقول بسيط. بالنسبة للمي، المي تأسيساته تكون أسهل لأن هو بريجرايزد، يعني أنبوب مدفوع بهيت بضغط محسوب الضغط ماله، فما يهمني بيه الإليفيشن الارتفاع. المشكلة وين تصير عندي؟ بالمجاري، بالمجاري تبين عندي المشكلة، لأن أنا المجاري لازم أول شيء أختار النقاط الملائمة على مود تحقق الفلو. المجاري كلها تمشي وفق فلو نتيجة الجرافيتي، يعني الضغط مال الجاذبية هو اللي يحرك مياه المجاري، ولذلك بها دفن، والدفن يكون بليفيشنات محددة لمستوى خلينا نقول دقة 1 سنتيمتر
أقل من 1 سنتيمتر، الدقة مالت الارتفاع بين نقطة ونقطة، وإحنا نحكي على مسافات، فهاي شوية تكون متعبة، وشغلها أيضا يكون تايت، وأنابيبها تختلف عن ذيك، طرق الربط مالتها تختلف، وهكذا، وبيها هواي تفاصيل. هاي حبيت أعطيكم ملاحظة عامة عن هاي المخططات. نجي بالنسبة إن هنا مثلا النوع الثالث اللي هو شبكة مياه الأمطار، احنا هذا الجراج كله كامل، هسه صارت عندي هنا خطوط، هاي شو تقول هنا؟ انحدار الشارع نفسه، انحدار الشارع منطيه هنا 5% مثلا، نص العفو بالمية، وين يتجهن ذني؟ كلهن بهذا الاتجاه، ذني بهذا الاتجاه. دائما السلوب مال الشارع دائما ما احاول اخليه بمسافة طويلة، يعني ما اخلي السلوب من هالنقطة لهالنقطة واخلي خط هنا مال الامطار. ليش؟ لان راح احتاج اعمال دفن هواية وحفر هواية، يعني إذا أخلي بهالاتجاه أذهب لكم 1000 متر مكعب من الدفن والسبيس على مود أحقق انحدار. لكن إيش سويت؟ قسمتها، هذا الزون يذب على هذا الخط، هذا الزون المساحة يذب على هذا الخط، وهذا الخط إيش يبدي؟ يبدي هنا من جريت اللي هو مشبك، نخليه بجانب الرصيف، وهنا كلين أوت بصفي، ننظف الخط كله، نبدي بابو 6 إنج، يبدي المي ينزل منه، يتحرك إلى أن يجمع هنا، هذا مانهول رئيسي، هذا أيضا خط يجمع بمانهول رئيسي، وهذا خط يجمع بهذا المانهول. إذا عندي خط مانهولات رئيسية لشبكة الأمطار، خليت واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد، يطلع خارج المشروع. وين انتهينا؟ بأنبوب قطر 14. وين بدينا؟ بدينا بأنبوب قطر 6. دائما شبكات الأمطار أقل قطر نبدي بيها هو 6 إنج، بينما المجاري كشبكات كبنايات نبدي بال4 إنج بصورة عامة، هذا يعني كحكي عام. لكن من الممكن أنه المغسلة لها 2.5 إنج يعبر على فلور درين، والفلور درين بالتالي يعني مثل هذا المخطط البسيط، يعني هاي مغسلة، هذا خلينا نقول 2.5 إنج أو 3 إنج، 2.5 إنج يعبر على الفلور درين، من الفلور درين إيش قد يطلع؟ يطلع 4 إنج يعبر على الخط الرئيسي اللي هو 4، وهكذا. تلاحظ دائما بالمجاري يسموها شجرة، هاي الشجرة هي مثل الشكل الانسيابي، هذا الخط تجي بهالاتجاه. مو معقولة أني أجيب لي خط خلينا نقول أخليه معاكس، يعني إيهيج، يعني خط بهالشكل، يعني ما معقول المي يجي منا وبعدين يرجع يروح هنا ويجي هيج، هذا ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي هنا تعارض ويا هذا الخط الجاي ويا هاي المجاميع، فيسبب لي انسداد. دائما الزاوية مالتي خلينا نقول أقل أكثر شيء 45 درجة، حتى هذا من يجي المي منا يدفع ويا هذا ويمشي باتجاه انسيابي، وهذا يجي يدفع باتجاه ويمشي. هاي الدائرة شنو؟ هذا أنبوب نازل مين؟ من فوق، معناش عندي، معناه عندي طابق ثاني، هذا الطابق الثاني، هذا الأنبوب النازل مال المجاري، وين ينزل؟ ياخذ من هاي الشبكة بالطابق الأول العفو، ذاك طابق أرضي، وينزل هنا، هذا لازم المكان بالضبط أنا أعرف وين أجيبه، هذا إذا أخذه أسقطه يطلع بالضبط هو نفسه. هذا لكن شوية التصميم بيه مشاكل، هنا موجود تواليت بالطابق الأرضي، فوق مو موجود تواليت، موجود مثل الفراغ هنا. طبعا هذا ممكن الفراغ واحد يستثمر يخلي هنا جيزر أو أي شيء يعني، وهكذا. فهذه نظرة عامة عن المخططات حتى تفهمون يعني الحكي هذا اللي نحكي هنا هو شرح عام عن فلسفة. إذا نيتش شو رسمناهن؟ رسمناهن أفق قياسات، أفق حسابات. فمن نحكي هنا Principles of Sanitary and Plumbing اللي هي نبدي بالفورمولا commonly used in plumbing engineering. هنا بالفورمولا هسه جي نحكي عليه، من إحنا نحكي عن المجاري، لأن المي حساباته مثل ما قلنا هو pressurized، أكو مضخات أطي 40 متر هيد، أطي 60 80 متر هيد، وبعد. لكن المجاري مشكلتها أنه المي اللي بيها يمشي اعتمادا على الانحدار اللي يعني سلوب
أسوي بالأنبوب سلوب حتى الماء يمشي باتجاهه. فنجي أول فورمولا عندنا، طبعا هاي الفورمولات هي كمعادلات بيها تعقيد واشتقاقات ومن جتي ونظريات، فهي أنتو ما مطلوبين يعني، أنا جاتيكم هاي المعادلات للاطلاع حتى يصير عندكم فكرة عن الموضوع. صح هي تضيع من عندنا وقت، لكن أعطيك فكرة عن الموضوع حتى تعرف منين جابوا، خلينا نقول هاي الحسابات، وليش هذا الأنبوب القطرة هالقد، وشنو الفيكستشر يونت، ومين طلعوها من هاي الحسابات. فنجي النقطة الأولى هي velocity of flow، سرعة الجريان بالأنبوب. قبل ما ندخل بالتفاصيل، سرعة الجريان بالأنبوب لها أهمية. مثل ما تعرفون أنابيب المجاري هي مو مي صافي، مي بيه مخلفات، فهاي المخلفات عبارة عن كتل. إذا كانت سرعة الجريان قليلة جدا، راح هذا المي شي يصير بيه، يصير ترسب، فهاي الكتل راح تترسب. من تترسب بالتالي تبقى عالقة بالأنبوب، بالتالي وكأن قطر الأنبوب قل، بالتالي شي يسوي انسداد للأنبوب. إذن لازم يكون عندي بيها سرعة. شلون أنا أزيد السرعة؟ خلنا نقول معدل الجريان هو نفسه، خلنا نقول 1 لتر بالثانية. هسه أنا جاي أحكي أمثلة مو على حسابات، أمثلة عامة. معدل الجريان ثابت، إذا قطر الأنبوب صغير خلنا نقول 2 إنج، يجوز سرعة الجريان تصير 2-3 متر بالثانية. إذا خلي الأنبوب 3 إنج يصير 1 متر بالثانية، إذا خليه 4 إنج يصير 3/4 متر بالثانية، إذا خليه 6 إنج يصير 1/4 متر بالثانية. فهاي النقطة الأولى. السرعة العالية جدا أيضا غير محببة، وما أقدر أحصلها إلا بانحدار قوي. يعني أسوي السلوب مال الأنبوب، وكان ما سلوب 0.5% أخليه فد 10%، لكن هم راح يسبب لي مشكلة. المشكلة شنو؟ هاي المواد الصلبة اللي موجودة بالماء، إذا انحدار سريع، هي إذا انحدار طبيعي هي تكون عائمة وتجري. إذا انحدار سريع شي يصير؟ الماء اللي يحيط بيها يروح، ما يلحق يسحبها وياه، فأيضا تتكدس وين بالأنبوب وتسوي الانسداد. هسه واحد يقول إذا ما افتهمنا، هسه سرعة بطيئة تتكدس وتصير بيها ترسب، سرعة عالية الماء يعوفها ويروح وتبقى تتكدس. وبالمناسبة الانحدار العالي جدا راح يسبب لي حفر أعماق هواية، هاي كلفة زايدة. ثاني شيء راح المنهولات تصير عميقة. زين إذا عندي مسافة 100 متر، ما معقولة أنا أروح انحدار 10% أحفر لمنهول عمق 10 متر. لا يعني بهالمسافات خلينا نقول زايد، إذا 2 متر زايدة تعتبر يعني بالحفر. إذن أكو سرعة خلينا نقول وسطية اللي تتراوح بين 0.6 إلى 3 متر. هاي السرعة يصير سرعة ملائمة، انه يعني النتيجة ذول اللي اخترعوها هاي الخبراء اللي بالتصميم وصلوا لانه هذا الرينج من السرعة اقل من 0.6 يسبب لي انسداد، ولو يتفضل تقريبا 0.9 التفضل كسرعة. فوق 3 متر لا، هم زينة، اكو بيها سايد افكت اخر. اذا السرعة فوق 3 متر المي يأذي الانابيب، خصوصا بمناطق العكوسة والانحناءات والالتواءات اللي تصير، راح يسبب لي وير يعني بلا تلف للأنبوب نتيجة الاحتكاك للسرعة العالية، بالتالي يقل عمر الأنبوب. هذا ينطبق هنا وينطبق أيضا بالمي الصافي، السرعة العالية خطرة. ف velocity of flow، لذلك سرعة الجريان بالأنبوب، the meaning formula is used، هي الفورمولا يعني من اسمها formula is used for determining the velocity v of uniform flow. هسه نلاحظ شو نقول uniform flow، اذا انا ادور flow uniform يعني مو turbulent، defined as the flow that achieved in open channels
of constant shape and size and uniform slope in sloping drains. وين؟ بأنابيب التصريف المائلة. Note that the slope of the water surface is equal to the slope of the channel. أكيد يعني هو الأنبوب إذا أميل بدرجة وحدة، خلينا نقول بزاوية درجة وحدة، فالمي هو نتيجة الأواني المستطرقة راح ياخذ الانحدار ماله ويمشي بالاتجاه الأعمق، فالسلوب ماله يكون متساوي. And that the flow in such open channels do not depend on the pressure. إذا نحن هنا ما نتعامل بالضغط to the water but on the gravitational force induced by the slope of the drain and the height of the water in that drain. ف الفيلوسيتي شو تمثل 1.486 r اس 3 على 4 في s اس 1 على 2 يعني جذر على n. نيجي هنا ال v هي الفيلوسيتي اما فيت بير سكند او متر بير سكند. ال n coefficient representing roughness of pipe surface degree of foiling and pipe diameter. يعني هي عامل معقد تعتمد على الرفنس للبايب وعلى القطر للبايب. زين، فبالمناسبة السطح إذا سموث يعني ناعم جدا المي من يجري عليه يجري بسهولة. السطح إذا خشن راح تتكون عندي باوندري لاير يعني طبقة متاخمة للمي يتعارض الجريان فسبب لي خلينا نقول صعوبة بالجريان. فإذا نخلي ببالي أنا أنابيب الصرف الصحي وبصورة عامة جميع الأنابيب صرف صحي مياه مياه حريق غيرها هاي كلها لازم دائما كل ما تكون سموثر كل ما أنعم كل ما أفضل حتى لا يصير عندي هيد لوس يصير عندي خسارة بالدفع. الآر هذا شو نسميه هيدروليك راديوس هذا شوي الدالة مات حتى تفهموها وحداته بالمتر بس هي مو وحدة مباشرة اللي هو المساحة مالت الفلو على الويتد بيرميتر. يعني كمثال إذا أريد أشرحه أقول أني عندي خلنا نقول هذا الأنبوب أوكي هذا مقطع بالأنبوب ارتفاع المي خلنا نقول للنص المي الجاي يجري بيه هذا الفوق هواء وهذا الجو شنو هو متروس مي. فالهيدروليك راديوس الار شي يساوي يساوي هاي المساحة الاريا اللي هي شنو وحداته اريا بالمتر المربع مقسومة على هذا المحيط هاي المسافة مالت الملي اوكي. فمن اقول متر مربع على متر تطلع الوحدة مالتها متر وهو يعتمد على الأنبوب. يعني أنا عندي مثلا هذا مستوى المي بالأنبوب أوكي هذا مستوى المي بالأنبوب فقط هذا كله فارغ. في الهيدروليك راديوس شي يساوي يساوي هذه الكروس سكشنال اريا على اليمين احنا هنا شو معرفيه على الويتد بيرميتر فور هالف فول اند فول فلو condition the hydraulic can be represented as من يصير مليان الأنبوب ويصير خلينا نقول للشعب فشي يصير فهناش راح يصير عندي كل ما ينزل راح يقل. أعلى حالة تصير عندي من يصير الأنبوب مملي للنص أو مملي للكامل وقيمته تتراوح من خلينا نقول بوينتات قليلة إلى الربع ربع الآر يا آر الآر مال القطر يعني مال الأنبوب يعني للراديوس هذا الراديوس أوكي ربعه هي أعلى قيمة تكون للهيدروليك راديا. الإث شني هذه هي السلوب of the surface of the flow والسلوب وحداته شنو متر على متر أو فوت على فوت يعني دائما شلس أقول سلوب نص بالمية واحد بالمية وهكذا. فهاي المعادلة اش تطيني لأي قطر خلينا نقول لأي نوعية من خلينا نقول surface roughness لأي نوع سطح تطيني سرعة
الجريان بالمتر. طبعا هذا الرقم اللي هو 1.486 هذا جاي من اشتقاق مدخلين به الجرافيتيشنال، قوة جذب، خلينا نقول التعجيل الأرضي وغيره، وكثافة الماء. ذني التعجيل ثابت، كثافة الماء ثابتة، ولذلك قسمه على هذه طلع هذا الرقم ثابت هو. أوكي، نجي water flow in pipes، الجريان مال الماء بالأنابيب. Two types of water flow exist: laminar and turbulent. جريان الهواء هو عبارة عن نوعين، أما يكون جريان العفو الهواء والماء يعني بصورة عامة الفلو، إحنا الفلود حسب الهواء أيضا نفس الحالة، أكو لامينر وأكو تيربلنت. الماء أيضا أكو لامينر تيربلنت، أي سائل أي غاز. اللامينر هو نسميه جريان طبقي، يعني يعني تخيل كأنه شون خيوط الحرير الهواء جاي يمشي هيك وتمشي باتجاه واحد. التيربلنت لا، يعني يصير عشوائي، شلون خلينا نقول صويري، يعني غير مسيطر عليه. هسه لاحظ بهذا الفيديو شلون الجريان بدا يتغير، يعني شوف بدأت تزيد السرعه، يتحول الجريان من لامينر الى تيربلنت. هاي نرجع لبدايه الفيديو، كان هيك الخط، هذا خط، يعني هذا شنو، هذا بايب ومخلين به هنا نقطة مال حبر تمشي على خط ترسمه. فمن سرعة الجريان بطيئة نلاحظ انه التموجات قليلة جدا، كل ما تزيد سرعة الجريان هاي التموجات تزيد، يعني السائل ما يمشي بخط عدل، يبدي يسوي صويرات وخرابيط مثل ما نشوف هنا. لاحظ زادت سرعة الجريان إلى أن وصلنا مرحلة السائل صار جريان ماله مشوه. هذا حاليا هذا نسميه هالحالة هالمرحلة تيربلنت فلو. نرجع بالفيديو، هاي شو نسميها لامينار فلو، يمشي بخطوط مستقيمة السائل. هاي المنطقة اللي هي بنص الفيديو شو نسميها، لا هو لامينر لا هو تيربلنت، شو نسميه ترانزيشن ريجن. اذا شلون نعرف هذا الجريان راح يصير، احنا بعدنا ما مشتغلين، يعني احنا جاي نحسب حساباتنا. ليش بالجزء الاول اكدت بالمعادله الاولى اللي هي احنا ناكد على السرعه، لان السرعه تدخل بمعادله نوع الجريان، ان كان طبقي اللي هو لامينر او كان اضطرابي اللي هو تيربلنت. Each type is characterized by the Reynold number. اذا اللي يحدد شيء هو رقم اسمه رينولد نمبر، مكتشف عالم اسمه رينولد قبل 200 سنة، فهذا عنده معادلة بي تعتمد على يمن رينولد نمبر، رقم افتراضي يعتمد على الدايمنشن اللي هو رينولد رقم يعني حر، هنا جا نقول dimensionless quantity. The physical characteristic of the water، إذا خواص السائل، velocity of the flow العامل المهم جدا، and internal diameter of the pipe القطر مع الأنبوب أيضا يحدده، are factors for consideration. And Reynold number is represented as، المعادلة مالته شو تقول، Reynold number يساوي VD رو على ميو جي سي. نجي رينولد نمبر هو شنو، اللي هو قلنا دايمنشنلس، الفيلوسيتي السرعة بالمتر بالثانية، الدايمتر بالقطر للأنبوب، الرو اللي هي الدنسيتي الكثافة اللي هي كيلوغرام بير متر مكعب. طبعا كثافة المية ايش قد ذا بالكيلوغرام، تقريبا 998 كيلوغرام للمتر المكعب، يعني تقريبا طن، المتر المكعب طن. الميو هي اللزوجة للسائل اللي هي وحداتها متر تربيع على سكند. طبعا اللزوجة تتغير، من ترتفع درجة الحرارة تقل اللزوجة، تقل درجة الحرارة تزيد اللزوجة.
واللي زوجة إذا تريدون أعرف لكم إياها سائل لزوجته عالية مثل الصمغ، سائل لزوجته قليلة مثل البنزين. هذا الفرق بيناتن، الوسط بيناتن هو المي. المهم احنا ناخذه كرقم، والجي سي هي الجرافيتيشنال كونستانت اللي هو ثابت، هنا 32.2 لبر فيت على هاي، بينما احنا لا الوحدات مالته ناخذها بالمتر، 9.8 متر سكوير على سكند. اوكي نطبق هاي المعادله لاي حاله يطلع لنا رقم الا من الريفلو. ذا فلويد بارتيكل موف ان لايرز، مثل ما حكينا بهذا الرسم، طبقات ان سترايد بارلل باث. ذا فيسكوسيتي اوف ذا فلويد از دومينانت and its upper limit is represented by Reynolds number من 2000. هذا by Reynolds number 2000 interbellant flow، يعني Reynolds number إذا كان جو ال 2000 فالجريان عندي طبقي اللي هو لامينر. interbellant flow the fluid particle move haphazard fashion، يعني بشكل كيفها يعني in all directions. The path of an individual fluid particle is not possible to trace. يعني ما أقدر أني ألاحظ البارتيكل مالت من مات الفلويد، مثل ما شفنا بهذا الفيديو بهالحالة البارتيكل تمشي بخط عدل، بهالحالة لا صارت هوسة ما تبين. ف Reynolds number is more than 4000، بالجريان الاضطرابي الرقم يكون عالي. Flows with Reynolds number between 2000 and 4000 are classified as a critical flow. يعني ومثل ما شفتوا هي الحالة مو هو لو اضطرابي لو طبقي، لا بهذا الفيديو مثل ما شفنا شي يصير أنا عندي، يصير عندي انتقال يبدي بلامينر مثل ما هسه موجود، وبعدين شوي 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 يتحول إلى اضطرابي. فبين هاي المرحلة كانت عدل، بدت نهايتها بالألفين، ومن وصلنا بهاللحظة هاي هسه احنا عبرنا 4000. طبعا هنا الرفنس ثابتة، قطر الأنبوب ثابت، الفيسكوسيتي مالت المي ثابتة، الفرق الوحيد الفيلوسيتي اللي هي سوت غيرت القيمة. الفيسكوسيتي وين الفيلوسيتي العفو وين موجودة؟ بالمقام بالبسط العفو. فكل ما زيد قيمتها كل ما زيد الريلون نمبر، ولذلك الريلون نمبر is necessary to calculate the friction coefficients. أكيد الجريان من يصير اضطرابي الفريكشن كوفيشنت أيضا راح يزيد، يعني الاحتكاك معناه الهيدلوس راح يقل، يعني يزيد العفو، يعني الأنبوب كل ما يصير طوله أكثر كل ما الاحتكاك به أكثر، كل ما يحتاج لي إذا بالماي يحتاج لي دفع أكثر بالمضخة، وإذا بالمجاري يراد لي شوية أزيد الانحدار على مود الفيلوسيتي يصير أعلى. نجي فريكشن هيد لوس، اوكي اللي هو الخسارة اللي تصير نتيجة الضخ، خلينا نقول او الدفع نتيجة الاحتكاك، الاحتكاك اللي وين موجود؟ بين السائل والسطح. whenever flow occur في اي مكان يمر به سائل a continuous pressure loss exists، دائما يصير اكو خسارة بالضغط along the pipe على طول الأنبوب in the direction of flow باتجاه الجريان. And this head loss is affected، يتأثر هذا by the density of the fluid. Okay. Its temperature، درجة الحرارة تأثر، وال density تأثر، the pipe roughness يأثر، the length of the run يأثر، and the fluid velocity أيضا تأثر، كلها تأثر عليه من على friction head loss. The friction head loss is represented by the Darcy friction formula اللي هي شو تقول ال H اللي هو friction head loss بالمتر شي يساوي، يساوي F L V سكوير على 2 G D. ال F هي ال friction coefficient dimensionless راح حكيناها، كل سطح ال friction coefficient يختلف عن السطح الآخر، ملمسه ناعم خشن وهكذا. ال L هو الطول مال الأنبوب بالفيت أو المتر، إحنا بالمتر نحكي، الفيلوسيتي متر بالثانية، والجرافيتيشنال التعجيل أرضي 9.8 متر على سكند تربيع، والدي اللي هو الانترنال دايمتر أوف ذا بايب اللي هو بالمتر. The static head
is the pressure اللي هو الضغط الثابت exerted at any point by the height of the substance above the that point. يعني عندي أنبوب الارتفاع ماله 10 متر بالقمة مالت ال P ما بيها قيمة، أنزل جوا 10 متر الهيد ماله شقد ال P ال pressure واحد ضغط جوي. ليش؟ لأن هو أسفل الأنبوب. طبعا باعتبار إحنا من نحكي إذا أقول واحد ضغط جوي فوق الضغط الجوي اللي عندنا، يعني إحنا يعني المستوى الأرض اللي عايشين بيه إحنا قيمة الضغط الجوي هي واحد بار اللي هو واحد ضغط جوي. أي من أقول قيمة الضغط بالأنبوب واحد بار، واحد بار يعني فوق الضغط الجوي فتعادل 2 بار. ولذلك من أقول قيمة الضغط صفر يعني المي ساكن مضخة ما تشتغل، مو معناها صفر يعني فاكيوم، هذا الصفر المطلق اللي هو موجود بالفضاء يعني ماكو أي ضغط، لا يعني قصدي ماكو تغير بالهيد بين نقطة ونقطة وهكذا. نجي البوتنشال انرجي، الطاقة الكامنة اللي هي as the energy of the body، هي طاقة الجسم due to its elevation above the given level and is expressed as، اللي هي يعني عندي جسم خلينا نقول وزنه 100 كيلو مخليه على سطح الأرض، أقول هذا الطاقة الكامنة مالته بالنسبة لسطح الأرض صفر. ليش؟ لأنه على سطح الأرض، شلته صعدت ارتفاع 10 أمتار، شو أقول هذا الطاقة الكامنة مالته؟ الطاقة الكامنة مالته من المستوى مالته إلى سطح الأرض تنحسب شلون؟ اللي هي البوتنشال انرجي شو تساوي؟ تساوي الويت مضروب في الهيد اللي هو الارتفاع، فالويت هو شنو؟ بالنيوتن مو بالكيلوغرام، فلازم أحول الكتلة مالت اللي مثل ما قلت 100 كيلو أضربها الكيلو مستوى يعني الإليفيشن مال الجرافيتي قوة الجاذبية بمستوى سطح الأرض شي يساوي؟ يساوي 9.8، فكل كيلو 9.8 نيوتن، فأقول 980 في كم متر الارتفاع المصعدة آني 10 أمتار فيصير 9800، شنو؟ جول طاقة. أوكي هيج تنحسب هاي البوتنشال انرجي. هاي أيضا وين تفيدني؟ هاي تفيدني من أقول أنا تانك مخليه بارتفاع هالقد، إذا أريد أمليه إيش قد أصرف طاقة حتى أصعد مي يوصل له؟ زين أنا هاي المضخة اللي تشتغل الهيد مالها 40 يعني تصعد 40 متر، هذا التانكي ارتفاعه 15 متر، إذن المي راح يوصل للتانكي بهيد قيمته شقول 40 متر ناقص 15 25 متر، يعني الهيد من يدخل التانكي بضغط قيمته 25 متر الهيد مالته. زين هذا الأنبوب المسافة بين المضخة وبين الأنبوب الماشي بالقاع وبعدين صاعد للتانكي خلينا نقول فب 200 متر، أحسب الفركشن لوس إله بالمعادلات الأخرى ذيك شي يطلع لي هم يضيع لي فد 15 هيد يجوز، فيبقى لي الهيد 10 متر اللي يوصل للتانكي. فأحد الأمور اللي نحتاجها إحنا هو البوتنشال إنرجي. نجي بعدين معادلة أخرى اللي هو الفلو أوت أوتلت. Flow at outlet can be determined by using the following relationship. شنو العلاقة اللي هي اللي كيو شي يساوي 20 سي دي سكوير بي أس نصف. هذا وين يشتغل عندي؟ أشوف المدخلات مالتي أنا شنية. الكيو هو الفلو at outlet باللتر بير سكند، يعني معدل الجريان هلقد لتر بالثانية. CD اللي هي شنو؟ discharge coefficient. D inside diameter of outlet بالمليمتر، القطر مع الأنبوب بالمليمتر. P هو الفلو pressure بالكيلو باسكال.
إذن أنا هذا شو أشتغل عليه؟ من أعرف قطر الأنبوب وأعرف الضغط إيش قد، وأخذ الديسشارج كوفيشنت، الديسشارج كوفيشنت هذا شوية أخذه من جداول لأن قيمته تكون معقدة، هاي القيمة معلومة وهاي القيمة معلومة، هاي القيمة لا، تعتمد على عدة أمور منها الفريكشن لوس، منها طول الأنبوب وغيرها وغيرها وغيرها، أسمي الديسشارج كوفيشنت، ومنها قيمة المضخة والهيد لوس اللي موجود بيها. هذا شيء يفيدني الفلو اوت ات اوتلت، يفيدني الملئ ايش قد يتطلب، الزمن ايش قد يتطلب، السحب التصريف ايش قد يتطلب، حتى اعرف ايش قد اجيب حجم المضخه اللي اخليها اعتمادا على القياسات اللي موجوده عندي. فيلوسيتي هيد اللي هي الاتش، وين ذا ووتر ان بايبنج سيستم از ات ريست، من يكون بالوضع الساكن الماي it has potential energy. When the water in a piping system is flowing يبدي يجري it has kinetic energy، يصير بي طاقة حركية. For the water to flow some of the potential energy must be converted to kinetic energy. Potential energy قلناها الماء موجود بارتفاع معين وجاي ينزل لارتفاع آخر، فالشي يصير قسم من الطاقة الكامنة من بدأ يجري تتحول طاقة حركية. The decrease in potential energy اللي هو static head نسميه is referred to the to as the velocity head and is expressed. شلون أعبر عنها؟ أقول ال H هو ال height of the fail، ارتفاع المسقط، يعني شلون الشلال النقطة مالت المي من رأس الشلال تنزل للقاعدة للبحيرة، خلينا نقول ال V هي velocity at any moment، السرعة مالت المي في أي نقطة، والجي gravitational acceleration. هذا كمثال شلون أنت تجيب لك فد طوبة وتصعد لك فد برج علوفة بمئة متر، تذب الطوبة، هاي الطوبة كل ما تنزل كل ما تبدأ سرعتها تزيد على هاي المعادلة إلى أن توصل سرعة معينة لسرعة الاصطدام بالأرض. شلون زيادتها؟ تعتمد على التعجيل، فهاي المعادلة نفس الشيء. نجي هنا بالنسبة للساين بولز والبلومينج آن سانيتري، فهي ستاندرد موجودة، أنا طيتكم إياها، هاي راح نزل هواية يعني الرموز هواية اللي ستاندرايزيد Plumbing and Piping Related Sample Tabulated by American Society of Plumbing Engineers. هاي اللي جبت لكم اياها من المواصفة الأمريكية، المواصفة العالمية اللي هي ثابتة في أي مخططات في أي مكان تشوفوا، هاي الرموز اللي تشوفوها قدامكم، الرمز مثلا Description شنو الوصف ماله والتعليق اللي موجود عليه، SD يعني Storm Drain، Rain Water Drain، يعني من تشوف خط مكتوب SD بعدين خط SD وتكرر معناه هذا أنبوب خاص بمياه الأمطار، أوكي، من تشوف خط double S ويتكرر double S soil waste أو sanitary sewer يعني ما يوصف، من تشوف خط منقط داش يعني vent يعني بوري مال من مال تنفيس بهواء وهكذا. طبعا هو أكثر شيء إحنا نستخدم هذا الفينت والسويل، خلينا نقول الـ AW acid waste يعني مياه حامضية متبقيات، المنقط نفس الـ AV يصير acid vent، vent يعني وهكذا. فهي عدة رموز هسه لو تلاحظون منزل لكم إياها كلها، لكن هي مو مطلوب حفظها منكم، مطلوب منكم بس الاطلاع عليها. بالمستقبل باكر عقبه ان شاء الله تتخرجون من تشوف خريطه ممكن تفيدك هاي المحاضره انه تفهمها بشكل اوسع انت كمعماري. نجي هنا يتضمن مو بس انواع الخطوط، مثلا يتضمن كوم تفاصيل، يعني من ننزل هنا جوه، بالمناسبه من حكيت لكم على المخطط هذا هنا من قلنا ليش هذا الخط ونقطه وخط، هي انها موجوده، هذا الكولد ووتر الهوت ووتر يصير خطه نقطتين، زين خطه ثلاث نقط شي يصير ريسايكلينج هوت ووتر، يعني نوبات خلينا نقول بالخصوصا بالمجمعات
يكون بويلر رئيسي، ومجاميع الصحية يخدم لفد 3 طوابق مثلا. فالجيزر يكون مكان واحد، هاي حتى تفهموها بالهوت ووتر كفلسفة. مجبور آن الجيزر بعده عن المجموعة الصحية 20 متر. زين، إجا واحد يريد يفتح الحنفية يحصل مي حار. إذا كل واحد يفتح الحنفية، تدري هذا المي الحار خلال الزمن يبرد بالأنبوب، فلازم ينتظر مي يمشي مسافة 20 متر يلا يوصل المي الحار. زين، هو لا جاي يفتح الحنفية يلقي المي رأسا دافي. شلون صارت؟ يجي خط اللي هو هذا خط ونقطتين، يجي خط مي حار يوصل اليم الحنفية ويرجع بدائرة مغلقة باستمرار، أكو مضخة موجودة يم الجيزر، ترجع بخط آخر يسميه ريسايكلينج، يرجع وين يروح؟ للجيزر اللي هو خط و3 نقط. فيكون هذا دوران مستمر يوصل يم المجموعة الصحية، يم المغسلة مثلا، يم مجموعة المغاسل. فهو من يفتح الماي الحار راح رأسا ينفتح له فرع من هذا المي الريسايكلينج اللي جاي يتداور، اللي هو مي حار على طول، يجوز مسافة 0.5 متر رأسا يوصل المي الحار. فهاي إحدى الطرق، إذا أنا عندي بويلر رئيسي لفد 10 مجاميع، 5 مجاميع صحية متوزعة بمكانات معينة، مو مال أجيب لكل مجموعة جيزر، يعني يجوز متر هم تصميميا أو معماريا، فخلي جيزر رئيسي لكن هذا مزود بمضخات. هاي المضخات شو تسوي؟ تدفع المي الحار توصل أقرب نقطة للمجموعة الصحية وترجعها، في سبيل أنه أي واحد منهم يفتح بوري يوصل رأسا مي حار. هاي كملاحظة إذا تفيدكم. هاي الرموز تكمل هنا، نجي هنا ندخل رموز المضخات والكاكات. هذا مثلا جيت فالف يعني صمام، هذا جلوب فالف، وهذا عندي أنجل فالف، بول فالف، أنواع الفالفات. هنا نجي تشيك فالف يعبر باتجاه واحد ما يرجع، عندي مثلا سيلينويد فالف، هذا موتورايز فالف خاصة للأقدار الكبيرة كلش يعني والضغوط العالية، مو مال واحد بيده يفتح ويسد الكاك مال المي الرئيسي، لا يصير سيرفو موتور موجود فوقها ويسده ويفتحها. بريجر ريديوسينج فالف، هذا وين نلقي البريجر ريديوسينج؟ أنا عندي بناية 40 طابق، التانكيات فوق على السطح، أكو بوري نازل منها اللي جوه، تدرون هو المغسلة واحد من يفتحها يكون ينزل مي يعني بشكل سلس قدامه يقدر يغسل يده. فالجوة خلينا نقول هي التانكي متخلي بالطابق 40، الطابق 39 يصير المي عنده طبيعي، يعني الهيد ماله قليل، شو يحتاج له؟ يحتاج لماطور صغير نسميه بوستر يرفع للهيد فدي يخليه في 6 أمتار حتى المي للمغسلة يصير منطقي. الطابق الجوا والطابق الجوا إلى 4 طوابق ذولا ما يحتاجهم قبل من التانك ينزل لهم. زين، الطابق الثاني والثالث والأول والرابع والخامس، هذا التانكي فوقه 40 طابق، يعني إذا فتح البوري يجي مي كفخ احتمال يفلش المغسلة ويطشر. فش نجيب؟ نجيب فد فالف، هذا اللي نسوي بريجر ريدوسينج فالف، نخليه على الطابق الرئيسي لأن على النازل يطلع من النازل الهيد مثلا 4 بار، تدري 40 طابق لنفرض 4 بار أو 6 بار، يوصل للفالف هذا 6 بار، يطلع من الفالف 0.5 بار أو يطلع للفالف من الفالف 1 بار. هذا شو أوزع للشقق للمجمع، خلينا نقول للطابق. فمهمة هذا الصمام يقلل الضغط حتى يخلي ضغط منطقي، وهكذا. ودكتمل هنا عدة رموز هواية، كوم عندنا رموز، هاي مثلا expansion joint وين تستخدم، عند المضخة من تشتغل تدفع المي فيجي بايب ينطيها وبايب ياخذ منها، ذني البايبين ما يصير أربطه بالبودي مال المضخة بالخنزيرة نسميها بشكل مباشر، لأن هاي المضخة تهتز اهتزازها كلش عالي. فش راح يسوي؟ راح يسبب لي مشكلة، الأنابيب كلها تقوم تهتز، بالتالي الأنابيب تبدي يصير بيها ملعب
وتفقد اللوسينج مالها وتبدأ تليك. فش نربط لها؟ نربط لها هذا فليكسبل كونكتر، يصير مثل الرابر، توصاله مثل الرابر، تتحمل ضغط عالي، تربط هالجهة وهاي الجهة. فالمضخة تهتز، هذا الرابر يهتز، ما ينقل الاهتزاز إلما للبوري المثبت اللي هو المأخذ أو اللي يطي. الاكسبانشن جوينت هاي شي يصير، هذا الأنبوب نوبات يصير تغير بدرجات الحرارة، فالأنابيب تتقلص وتتمدد. فإذا مربوطة بشكل تايت ومسافات طويلة، التقلص والتمدد هم يسوي لوسينج بالأنابيب، يسوي لي مشكلة. وهكذا، فهاي عدة رموز عندنا. أكو رموز هذا مثلا الرايزر، يجي بوري ودائرة مفتوحة، من قلت لكم يصعد يعني مي صاعد، هذا الرايز أور دروب، هذا أما جاي بوري بليفل معين منه وصاعد وراجع ماشي، يعني جاي ويا القاع صاعد بهالمنطقة بعدين واصل للسطح ماشي خط أفقي. وهكذا هذا أيضا، هذا بوري ماشي بطريقة لكن مطلعين منه بوري صاعد للسطح وماشي بخط أفقي. وهكذا هذا بالعكس، هذا ماشي خط طالع من نبوري نازل جوا وبعدين رايح باتجاه آخر. هذا لا، هذا بوري ماشي وطالع منه كونكشن بنفس الليفل. ولذلك الرموز هي هواية، عددها هواية. هنا نجي رموز تخص الفاير بروتكشن بايبينج، أنابيب الحريق أيضا لها رموزها الخاصة. مثل ما قلت لكم هاي مجرد للاطلاع، نزلت لكم اياها من المصدر على مود شنو يصير عندكم فكرة عن عدد الرموز ونوعياتها وهي شكلها بسيط اللي تستخدم. فانت من معماري تجيك خريطة، يجوز مو انت تصممها، تجيك خريطة وتريد تطلع عليها، انت كوردينيتر مال المشروع، تصفن على الرموز يعني فشلة، مثل تقول تعالوا جيبوا لي واحد ابو الصحيات يفسر لي اياها. يجوز انت شغلك تنفيذي، انت مهندس مقيم او منفذ، انت ماخذها مقاوله الشغله وتجي تنفذ. فتعرف انه هسه اعطيكم طبعا المصدر اللي جايب من هاي الرموز، وهي الحمد لله في الانترنت ما بقى شيء، ما يعني تروح بالانترنت تلقيها، بس انا جايب لك اياها من المصدر الاساسي. فاعطيكم المصدر، وهاي انا اختصرت لكم المصدر بهالتفاصيل البسيطه هذه. طولت عليكم المحاضرة، صارت تقريبا ساعة، اللي هنا نكتفي إن شاء الله ونكمل عليها بالمحاضرة الثالثة إن شاء الله، اللي هي Sanitary Design System، العفو Sanitary Drainage Systems، اللي هي اللي تختص نجي ندخل شلون نجمع كم مغسلة وكم منهول، وشلون أحسب البواري الأقطار المناسبة إلين كدرين، وشون أعتبر قطر البوري هيلجيت، يعني هي مو شغلة اعتباطية، لا بها حسابات أيضا، لكن نأجلها ونخليها على المحاضرة الأخرى إن شاء الله. تحياتي وتقديري للجميع إن شاء الله.